انتهى امتحان الصيادين إذن؟ هذا كل شيء؟ أجل، يبدو أنك لا تشعر بسعادة كبيرة. لو أخفقت لعشت وقتا مسليا في السنة القادمة. لا بأس يا إيرومي، المهم أن الاختبار عرفنا صيادا لا يستهان به، وقد يكون لنا لقاءات كثيرة فيما بعد. عرفته، تقصد جون. ما رأيك فيه؟ كما قلت يا هيسوكا، أفضل من الآخرين على الرغم من صغر سنه. صحيح، بل هو أخطر المشاركين هذا العام. يجب أن أتدبر أمره بنفسي. ولكن اعلم أنه هدف لي. لن أسامحك إن سمعت بأنك حاولت إيذاءه بعد الآن. أعلم ذلك جيدا. اسمحوا لي الآن بكلمة أخيرة أيها السادة. هذه الوثيقة تساعدكم على زيارة معظم المنشآت الحكومية من دون أن توضحوا سبب زيارتكم، كما أنها تخولكم استخدام أكثر من 90% من المرافق العامة، وذلك من دون أن تدفعوا قرشا واحدا، كما أنها تسهل تعاملكم مع المصارف والشركات المختلفة، هذا إلى جانب كثير من التسهيلات. ولن أبالغ في كلامي إن قلت إن الوثيقة التي قدمها إليكم أعضاء لجنة الاختبار هي ثروة لا تقدر بثمن. لقد صممت البطاقة بذكاء أيد خبيرة، ويستحيل تزويرها مهما كانت الأدوات. الشقيق الأكبر هو الشخص الوحيد الذي يعلم مكان كيلوا. يجب أن يخبرني بمكانه قبل أن يرحل. سأسأله. لما هذا الكسل؟ ما رأيكما أن نذهب للتجوال في الأسواق؟ فيما تبقى لنا من وقت سنشتري بعض التذكارات. شكرا، لا أملك نقودا ولا رغبة عندي. ما بكما؟ تتحدثان بصوت يائس. أنسيتما أنكما صرتما صيادين؟ الوثيقة التي نحملها ستمكننا من الحصول على قرض من المصرف. لا تحاول، إنهما ينتظران جون. لن أستطيع إجبارهما على الخروج إذن. سوف أذهب وحدي. إلى اللقاء. كورابيكا، ربما كان كلامي مزعجا لك، أعذرني أرجوك. لا، أنا سأعتذر عن سوء تصرفي. لا حاجة إلى ذلك، كنت على حق في كلامك، ويجب ألا تبوح بالسر. ما كان علي أبدا أن أعترض على نجاحك في تخطي آخر مراحل الاختبار. سأحاول السيطرة على مشاعري في المرحلة القادمة. يجب أن نشعر بالفرح، كيف لا وقد استحق كل منا شهادة احتراف. علينا أن نخطط جيدا لما سنفعله في الأيام القادمة. سأجول العالم بحثا عن كل ما هو جديد، وربما اكتشفت مخلوقات لم يرها أحد بعد. سأدهش الجميع. أصبت يا بوكل، عالمنا مملوء بأشياء لم نصل إليها بعد. هذا صحيح، إلى اللقاء. يشغل تفكيري الآن أمر واحد، وأظن أنك تعرفه جيدا. لعلك تقصد جون. لا أحد يعلم ما قد يواجهه وهو يبحث عن كيلوا. هل يظن أن مهمته سهلة؟ المشكلة أنه مصر على رأيه. الحفاظ على قوانين الطبيعة هو أهم واجب من واجبات الصياد. أما البحث عن الكنوز القديمة فهو عمل ثانوي، لأن الكنوز هدف للصيادين الهواة. انتبهوا جيدا، يجب ألا تجعلوا عملكم في اختصاص واحد فقط. ها؟ يجب أن يكون لعملكم قيمة تاريخية، قيمة تتذكرها كل الأجيال القادمة. عملكم مخصص لخدمة الناس أولا، فلا تستخدموا الوثيقة لخدمة مصالحكم. رائع، انتهى الدرس. ها؟ أي درس؟ لم أنهي كلامي. لا عليك سيدي، سنقرأ تتمة المحاضرة في كتابك المهم. جون، هل لك أن تخبرنا عن أهم عمل يقوم به الصياد بعد نيله الوثيقة؟ لو أنك أصغيت إلى المحاضرة لأجبت عن سؤالي بسرعة. عد إلى مكانك ليكمل الأستاذ شرح محاضرته حتى آخرها. مستحيل، أرجوك سيدي. لا تضيع الوقت، عد إلى مكانك بسرعة. على الصياد أن يخطط لمستقبله بعد نيل وثيقته. لن نصل إلى شيء من أهدافنا من دون تخطيط سليم، ما رأيك؟ هذا صحيح، يمكنك الانصراف. شكرا شكرا شكرا،
أجبت عن سؤالك بدقة كبيرة. شكرا لك سيد ساتسو. شكرا، إلى اللقاء. إنه يذكرني بطفولتي. تذكرت، الأشخاص الذين اجتازوا الامتحان الأخير يقيمون الآن في الدور الثالث من البناء المجاور. شكرا لك. لا وقت للتخطيط الآن، يجب أن أسرع. توقف، أخرجني. إيرومي، إيرومي توقف. إيرومي. توقف يا جون. يوريو، كوربيكا، هل تظن أن ذلك الفتى المغرور سيخبرك عن مكان صديقك كيلوا؟ حتى لو أخبرك فلن تفلح في إعادته إن ذهبت بحثا عنه وحدك. أتشك في قدراتي؟ أسرة كيلوا فيها كثير من المجرمين واللصوص، ألا تدرك هذا؟ أعلم هذا. لا تعارضني إذن، عد إلى بيتك وأسرتك الآن لتبدأ بتحقيق حلمك في لقاء والدك الصياد. لا جدوى من مطاردة ذلك المشارك الذي غرز الدبابيس في وجهه ليتنكر بقناعه القبيح. فكر يا جون أرجوك. لو أن كيلوا غادر المكان بمحض إرادته لوافقتك على رأيك هذا يوريو، لكن تذكر أنه أجبر على الرحيل. تصرفات كيلوا مثيرة للشك. أي سبب أجبره على تنفيذ أمر أخيه والانسحاب من الامتحان؟ لا تنسى أنه خالف القوانين أيضا. أتملك دليلا يفسر تصرفاته الغريبة؟ البحث عن الصديق لا يحتاج إلى أدلة أبدا. ها؟ ما كان علينا أن نحاول تغيير موقفه، إنه ولد عنيد جدا. لا بأس يوريو، لن أستسلم. كنت في انتظارك. ها؟ ماذا، هل فقدت الأمل في اكتشاف مكان كيلوا؟ اسمع، ما رأيك أن تجبرني على إخبارك بمكانه؟ كلانا يعاني الإصابة، إذن فنحن متعادلان، ما رأيك؟ لا يهمني أنك مصاب الآن. الإحساس نفسه الذي انتابني سابقا، كثير من الخوف والألم. ما الأمر يا جون؟ أتشعر بالخوف من مواجهتي؟ لنبدأ. يبدو أنه يعلم بما يدور في رأسي. هيسوكا، أنا مجبر على مخالفة أوامره. حركاتك الرائعة تذكرني بموهبة أخي كيلوا، لقد ورث كثيرا عن أفراد أسرته، ولكنك تتفوق عليه في السرعة. دعنا الآن من هذا، أين كيلوا؟ لقد نفذ أمري ثم رحل. طلبت إليه ألا يتخذ صديقا منكم فأطاعني من دون أي اعتراض، والدليل أنت يا جون، تركك وذهب. كان كيلوا مجبرا، وسأعلم السبب عندما ألتقيه. لا، لن ترى أخي كيلوا مرة ثانية، لأنني قررت ألا تخرج من هذا النزال سليما. لا أستطيع التحرك. سأخبر كيلوا أن صديقه الجديد لم يعد له أثر في العالم. أعلم أنه سيغضب كثيرا. كما توقعت، هيسوكا لا يثق بي. انتظر.
أظن أن كيلوا قد عاد إلى بيته في جبل كوكولو. ماذا؟ جبل كوكولو؟ ولكن لماذا؟ هل تعلم لماذا غيرت رأيي في آخر لحظة يا جون؟ لثلاثة أسباب. أولاً، لأن منزل أسرتنا ليس سراً، فهو معروف جداً، اسأل سكان البلدة عنه. أما الثاني، حتى لو أخبرتك عن مكانه فلا أظن أنك ستصل إليه أبداً. أما الثالث، بدأت أشعر بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق من يراقبنا طول الوقت. بصراحة مللت من ملاحقتك، فافعل ما شئت، لكنك ستندم على عنادك فيما بعد. ستشعر بالأسف عندما تصل إلى تلك البلدة، لأنك ستجد نفسك مختلفا عن سكانها. أتعلم مكان جبل كوكولو؟ لا، ولكننا سنصل إليه يوريو. هيا دعونا نستعين بوثائقنا. وثائق؟ لدينا في الوثيقة رموز رقمية تلخص عددا كبيرا من المعلومات المختلفة. إنها أفضل مرجع يعتمد عليه الصياد لكي يعرف ما يحيط به عندما يزور أماكن يجهلها. عمل الوثيقة مبني على كلمة سر واحدة، الكلمة هي دوري. لم أكن أعلم ذلك أبدا. تعلمنا ذلك خلال المحاضرة عندما كنت نائما يا جون. ها هو جبل كوكولو، إنه يقع في مدينة بادوكيا. بادوكيا؟ هنا. اطمئن، إن تلك المدينة تستقبل السياح وتبعد عنا مسافة 3 أيام. ليست بعيدة. هل ستذهب إلى هناك؟ لابد من إعادة كيلو مهما كلفنا الأمر. علينا ألا نفرط في هذه الفرصة الثمينة. إن ما تفكر فيه صحيح تماما يا جون. أحسنت، ستكون قادرا على إقناعه. لحظة، اسمح لي الآن باستخدام وثيقتي، فقد أجد هدفي. هيا هيا يا عزيزي، أرني ما لديك. يوريو، ما الذي تبحث عنه؟ أبحث عن والدك يا صديقي. ماذا؟ أيمكنك ذلك؟ ذكرني باسم أبيك. جين. إذن سأبحث في لوائح الصيادين. ما لقبك؟ فريكس، اسمه جين فريكس. هنا الآن. يا إلهي. ها؟ يوريو، ما الأمر؟ ها؟ ها؟ لا عجب في ذلك يا شباب، يبدو أن المعلومات التي طلبناها محفوظة في المصنفات السرية. هي ملفات محظورة لا يمكننا الاطلاع عليها. ربما صنف السيد جين عضوا في الشبكة الرئيسية، وبذلك لا يمكننا معرفة أي شيء عنه. يبدو الأمر معقدا. جون، ما سمعناه الآن يشير إلى أن لوالدك أهمية كبيرة جدا. على السادة أعضاء لجنة الاختبار أن يتوجهوا إلى قاعة الاستقبال بمرافقة الأعضاء الجدد. ها؟ لحظة واحدة. ها؟ سيدي، لدي سؤال مهم من فضلك. ماذا تعلم عن هذه البطاقة؟ أحملها منذ وقت طويل جدا، كنت أظنها وثيقة احتراف كالتي حصلنا عليها هنا، لكنها مختلفة جدا. رائع، أعلى وثيقة تمنح لصياد محترف. أعلى وثيقة؟ ماذا؟ من يكون مالكها يا ترى؟ هي لرجل اسمه كايت، لماذا؟ المالك الحقيقي لهذه الوثيقة هو صياد اسمه جين. ها؟ انظر إلى الرقم المكتوب هنا، وثيقتك تحمل رقما أيضا. آخر 3 أرقام تشير إلى رمز السنة التي منحت فيها الوثيقة. السنة التي نعيش فيها الآن يرمز إليها بالأرقام 2 و8 و7. أما هذه فقد منحت في سنة سابقة لشخص يدعى جين. حدثني عن ذلك الشخص، أقصد الشخص الذي يدعى جين. إنه الرجل الذي اكتشف آثار لولوكا، وقد أخبرتك عنه في السابق. لذلك الصياد كثير من الإنجازات المشرفة، فهو الذي وصل إلى مخيم كونغو الذهبي، وهو الذي أبطل عشرات من محاولات السرقة، ذا عصيته في معظم دول العالم، وما أكثر الذين يدينون له بالمساعدة. حاولت أن أطلع على المزيد عن أفعاله، ولكنني أخفقت في ذلك، فهو لا يخبر أحدا بما يقوم به، وباختصار هو رجل يندر أن يقابل المرء مثيلا له. إنه يشبه اللغز تماما. من الصعب أن تعرف عنه كل شيء يا جون، هذه هي صفاته.
أجل، هذه الوثيقة لوالدي البطل القناص. جون، أمسكنا بطرف الخيط. أه؟ شكرا لك سيد ساتسو. هذا واجبي. جون، ها؟ مع السلامة. مع السلامة. براءته تدفع الناس إلى مساعدته من دون تردد. يا إلهي، كنت أبوح له بكل ما أعلمه. سنحتفل في آخر ليلة تمضونها في ضيافتنا. لذيذ، أرجو أن أكون واحدا من أعضاء اللجنة في السنة القادمة أيضا. إذن أفهم من كلامك أن كل منكما سيذهب في طريقه وستتركان جون ليبدأ بحثه عن كيلوا. أنا أفكر في كثير من المشروعات ولم أتخذ قرارا واضحا بعد، لا أزال مشوش الذهن، أحتاج إلى بعض الراحة، ولكنني مطمئن تماما لأنني أملك وثيقة الاحتراف وسأحسن استخدامها. ماذا ستفعل؟ أنا أفكر في العمل في مكتب للتحقيق، لقد أعجبني لقب الصياد المحترف، وسأبذل كل جهدي لاصطياد المجرمين قبل أن ينفذوا جرائمهم يا أصدقاء. مضت الأيام التي عشنا فيها معا بسرعة كبيرة، وها قد وصلنا إلى آخر ليلة تجمعنا، من كان يصدق ذلك؟ ها؟ أرجو المعذرة يا خالة ميتو، لطالما انتظرت أن يعلن أعضاء اللجنة نهاية الاختبار الأخير حتى أسرع إلى جزيرة الحيتان وألتقيك مرة ثانية، لكنني مجبر الآن على تأجيل الزيارة إلى وقت آخر. اعذريني، أنا واثق بأنك ستقدرين موقفي عندما تعلمين ما حدث هنا. إنه الواجب يا خالة، لي صديق يواجه مشكلة كبيرة، أسمع صوته يناديني طالبا يد العون، ويجب أن أذهب إليه. نعم، يجب أن أذهب. استمعوا إلي يا سادة، أنتم الآن على وشك العودة إلى حياتكم السابقة، ما إن تغادرون تلك البوابة حتى تصبحوا زملاء لنا وربما منافسين. المهم أن كل منكم مسؤول عن تصرفه. خططوا لمستقبلكم ولا تنسوا أن هناك من يحتاج إلى مساعدتكم، فلا تبخلوا بالمساعدة ولا تقصروا في أداء واجباتكم، وتذكروا دائما أن الصياد المحترف قدوة يقدرها كل الناس، فانتبهوا على تصرفاتكم. ربما التقينا مرة ثانية، وحتى يحين موعد اللقاء أرجو لكم التوفيق في مشاريعكم. تفضلوا، يمكنكم المغادرة. إلى اللقاء، تعلمون عنواني جيدا. لقد أمضينا وقتا رائعا يا جون. لحظة، عنواني مكتوب هنا، فأرجو أن تزورني إن وصلت إلى مدينتي، سأكون في انتظارك. لحظات الوداع تجعل الناس ظرفاء جدا. أرجو أن أراك يا جون. إلى اللقاء. إلى اللقاء، انتبه على نفسك يا سادة. إلى اللقاء، أراكم بخير. إلى اللقاء يا سيد ساتسو. جون، اعتني بنفسك. حاضر، إلى اللقاء. ما الذي تخطط له الآن؟ كن مطمئنا سيدي، لن أخالف رغبتك، ليس في نيتي أن أزيد من عدد أعدائي. أنت، ما الذي تخطط له يا ترى؟ اعذرني يا صديقي، خطتي سر لن أفصح عنه. أجل، سر. المهم ألا يقترب من هناك. سنفترق هنا، يجب أن أغادر الآن حتى لا أتأخر عن موعد الرحلة. إلى اللقاء يوريو، كورابيكا. شكرا لكما على كل شيء، سررت بمعرفتكما. يوريو اسمع، هيا اذهب أنت أولا. بل في لحظة واحدة، واحد اثنان ثلاثة. كورابيكا، ربما افترقنا الآن ولكننا سنلتقي ثانية. ها؟ جون انتظر، جون، جون. يوريو، كورابيكا، انتظر يا جون. جون. يبدو أننا لن نفترق أبدا. أجل، طالما أننا أحياء لا سبب يفرقنا، لنبقى معا. انظرا، هناك أقيم الاختبار الأخير،
إلى اللقاء سيد نيترو. إلى اللقاء سيد لا تصل.